بسم الله الرحمن الرحيم. حدثني والد أن شيخا رأى رؤيا حيث قابل شيخ الإسلام ابن تيمية في أحد أسواق عنيزة، في أحد الأسواق التي تقود إلى المجلس وهو مكان معروف في عنيزة. وأثناء هذه المقابلة سلم شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الشيخ سراجا. وحينما سأل عن هذه الرؤية هذا الشيخ، قيل له أنه سيولد لك ولدا صالحا يكون له شأن في العلم. فولد لهذا الشيخ ولدا حرص أن يسميه صالحا، لعل هذه الرؤية تقع في هذا الولد. وكان صالح هذا تقيا ورعا، يحب الناس ويحبونه، يقرأ القرآن ويقيم الليل، لكنه لم يكن طالب علم. ثم تزوج هذا الرجل صالح وأنجب ولدا سماه محمد، هو محمد بن صالح بن عثيمين، فكان حقيقة نحسبه كذلك هو السراج الذي سلم شيخ الإسلام هذا الرجل. وكان هذا الرجل هو جد الشيخ رحمة الله عليه ورحمة الله. وجدت فيه منابع الرحمات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فقد أسعدني وآنقني وأثلج صدري هذا العنوان الذي اختير لهذا الملتقى، وفي ظني أن من اختار هذا العنوان قد وفق في اختياره معاصرون مصلحون، وهذا أمر جميل جدا أن يتحدث الإنسان عن المصلحين خاصة إذا كانوا من المعاصرين، لأن كثيرا من الناس عندما يتكلم عن المصلحين غير المعاصرين يقول أن يدرك شأوهم وأولئك ظروفهم غير وأمورهم غير لكن عندما يكونون من المعاصرين عاشوا معنا، رأيناهم، عشنا معهم وسمعنا منهم، فالأمر يختلف كثيرا. والإنسان بحاجة إلى القدوة، ولذلك قيل فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح. والله تبارك وتعالى قال لخير خلقه محمد صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن ذكر له ثلة مباركة من الأنبياء الصالحين، قال سبحانه وتعالى بعد ذلك أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. وذلك لأهمية القدوة في حياتنا. وها نحن اليوم في هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى نتكلم عن إمام بحق، عن قدوة، عن عالم عامل، عن عالم ملة، عن عالم رباني. نتكلم اليوم بعد مرور 15 سنة من وفاته رحمه الله تبارك وتعالى، نتكلم عنه اليوم وكأنه بيننا، لأن أثره طيب مبارك. فعلا كان مصلحا، قدوة، إماما ربانيا رحمه الله تبارك وتعالى.
كلامنا اليوم عن شيخنا أبي عبد الله محمد بن صالح بن محمد العثيمين الوهبي التميمي رحمه الله تبارك وتعالى. ولد سنة 47,300 وتوفي سنة 21,400. عاش قريب من 74 سنة رحمه الله تبارك وتعالى. إن الكلام عن شيخنا الصالح أبي عبد الله محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى لا يكفي أن نتكلم فيه ساعة من الزمان نجتمع فيها، ولكن طلب الإخوة القائمون على هذا الملتقى الطيب المبارك طلبوا أن يكون الحديث عن الشيخ كقدوة رحمه الله تبارك وتعالى، وأثرت أن أتكلم على جوانب من حياته رحمه الله تعالى وعن طريقته في التحصيل العلمي وتأسيس طلبة العلم، طريقته في التعليم رحمه الله تبارك وتعالى. فكان التعليم فنه أبدا، يعني في ناس تهوى أشياء معينة من القراءة أو السفر أو السياحة أو النظر أو غير ذلك من الأمور هواية، الشيخ كان التعليم هواية، هذه هوايته رحمه الله تبارك، وهذا فنه الذي لا يجارى فيه رحمه الله جل وعلا، والذي حضر شيئا من دروسه أو اطلع عليها بعد وفاته رحمه الله تبارك وتعالى يدرك ذلك جيدا. وسأبدأ بالكلام عن نشأته رحمه الله، إذ كما قلنا ولد سنة 47,300 من الهجرة، يعني قبل 90 سنة تقريبا رحمه الله تعالى، ونشأ في أسرة فقيرة في عنيزة في القصيم. ومنذ نشأته كما ذكروا لم يكن يمارس ما كان يمارسه الأولاد في سنه، كان حريصا على التحصيل وعلى طلب العلم منذ صغره رحمه الله تعالى، حتى إنه قال لنا مرة، قال ما لعبت كما لعب يعني الشباب في سني وفي وقته. وبدأ بتحصيل العلم منذ الصغر وحفظ القرآن صغيرا، وكان يقول لولا أشياء حفظناها في الصغر لا ضاعت علينا شاكل، إن في الكبر جاءت المشاغل فصعب علينا الحفظ لولا ما حفظناه في الصغر. ومن أهم ما حفظه في الصغر رحمه الله تبارك وتعالى القرآن الكريم وألفية النحو وبلوغ المرام وزاد المستقنع، يعني هذه الأشياء أو هذه الكتب، أولها القرآن الكريم ثم كتب العلم التي حفظها في صغره رحمه الله تبارك وتعالى. شيوخه كثر، وأهم شيوخه الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي الذي عليه تخرج وتعلم واستفاد، بل قال ما استفدت في حياتي من عالم كما استفدت من الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وكان متميزا جدا في تعليمه وعلمه رحمه الله تبارك وتعالى، واستفاد منه كثيرا كما يقول، ودرس عليه مدة طويلة حتى جاءت السنة التي يعني طلب منه أن يسافر إلى الرياض ليحصل الشهادة العلمية في الرياض. يقول فحزنت كثيرا وكان لابد منها، حزنت على فراق الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي. يقول فسافرت إلى الرياض، وهناك سألت في الرياض عند من تطلبون العلم حتى يعني أستفيد من وقتي هناك في الرياض، فذكروا لي بعض المشايخ، وذكروا من ضمن أولئك المشايخ الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى صاحب أضواء البيان. فقلت نذهب نستفيد من وقتنا. فيقول لما حضرنا ننتظر الشيخ، فلما جاء الشيخ دخل علينا
الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، وإذا هو يعني في لباسه رث الهيئة يعني في اللباس وكذا، فقلت في نفسي سبحان الله، ندمت كثيرا، قلت تركت عبد الرحمن بن ناصر السعدي وأجي أطلب العلم على هذا الأعرابي. يقول لكن هذا مما لا بد منه. فيقول فلما بدأ يتكلم، يقول الشيخ هنا كلامه، يقول فدخل علينا عربي رث الهيئة، فقلت في نفسي تركت ابن سعدي وأحضر عند هذا الأعرابي. يقول فلما بدأ انبهرت من شدة استحضاره وقوة علمه ورسوخ قدمه في اللغة وفي الاستشهاد. يقول فاستفدت منه كثيرا. الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى صاحب البيان المشهور. ثم لازم الشيخ عبد العزيز بن باز فترة بقائه في الرياض، ودرس أيضا على الشيخ عبد الرزاق عفيفي وغيرهم من أهل العلم، وجلس سنتين في الرياض ثم رجع إلى القصيم. وبعد ذلك توفي الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي سنة 76 و300 وألف، واستلم الشيخ ابن عثيمين مكانه في الإمامة والتدريس، استلم مكان شيخي، ودرس في هذا المسجد قريبا من 50 سنة وهو يدرس في هذا المسجد رحمه الله تعالى. قريب من 50 سنة ويدرس، ما عدا فترة بسيطة اللي فترة بناء المسجد، انتقل إلى مسجد آخر حتى اكتمل بناء المسجد ثم رجع إليه مرة ثانية. فالشاهد من هذا أن الشيخ أمس مسك مكان شيخه عبد الرحمن بن ناصر السعدي بعد وفاته. الشيخ رحمه الله تعالى، سأتكلم عن جوانب من حياته، أولها التواضع. كان الشيخ متواضعا جدا، وكان يحتفي بمن يأتيه كأنه يعني أول مرة يراه، يحتفي به خاصة إذا كان جاء من بلاد خارج المملكة. وأذكر أنه لم يأتي بعض الإخوة خاصة من الكويت بحكم أني أعرفهم، يأتون يسألوا يريدون سؤال الشيخ، يحدد لهم وقتا ولا يسمح لأحد أن يدخل إلا هم، ويقول هذا وقت الكويتيين جاءوا، هذا وقت الإماراتيين، هذا وقت أهل البحرين، وهكذا حسب ما يأتيه من الناس يقول هذا الوقت لكم، ويحتفي بهم رحمه الله تبارك وتعالى. وكان من تواضعه أيضا عندما يمر في الطريق، ومشيت معه أنا في الطريق أكثر من مرة من المسجد إلى بيته رحمه الله تعالى، كان دائما يسلم على الناس، كل ما يمر على أحد يسلم، والنساء العجائز أيضا يسلم عليهن ويسلمن عليه رحمه الله تعالى. وكان كذلك أحيانا يخرج من بيته إلى المسجد حافيا، ويقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتفي أحيانا، أي يمشي حافيا أحيانا. وكانت المسافة بين بيته والمسجد قريب من 3 ساعة، ولا يذهب إلى المسجد إلا مشي على الأقدام، ولا يرجع إلا مشي على الأقدام، يمشي قريبا من 3 ساعات يوميا رحمه الله تعالى. وهو في ذهابه وعودته يسلم على الناس ويسلم عليه الناس رحمه الله تبارك وتعالى. أيضا كان زاهدا رحمه الله تعالى. وأذكر لما ذكر لي إخواننا هناك، كان عند الشيخ الذي سبقونا، جاء الملك خالد رحمه الله تعالى إلى عنيزة وزار الشيخ في بيته، ثم أهدى للشيخ عمارة، قال هذه هدية مني لك، فقال الشيخ بل هي وقف على طلبة العلم، وهي على موقع ممتاز وكبيرة جدا من حيث المساحة، ومع هذا أوقفها الشيخ مباشرة، مجرد أعطاها إياه الملك قال هي وقف لطلبة العلم، وأوقفها لطلبة العلم، وكان يسكنها طلبة العلم فقط هذه العمارة التي أهديت للشيخ، وهذا من زهده، وكان بيته من طين رحمه الله تعالى. ولم ينتقل إلى بيته الثاني إلا في آخر أيامه، وكان يعني بضغط من أولاده وأسرته أنهم ينتقلون من بيت الطين، وإلا كان ملازما لذلك البيت رحمه الله تعالى. وأنا في فترة دراستي هناك وجلوسي عنده رحمه الله تعالى أدركت البيتين، بيت الطين وبيت المسلح للشيخ رحمه الله تبارك وتعالى. عرض عليه تولي القضاء فرفض، فأجبر عليه، لابد أن تقبل القضاء في الإحساء، فأدخل الشفاعات حتى فقط يعذر من قبول القضاء. وهذا كان ديدا العلماء في السابق، كانوا يعتذرون من هذا،
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة، اثنان في النار واحد في الجنة، وكانوا يتخوفون من هذا لا كما يحدث اليوم في بحث الناس عن المناصب والوساطات وغير ذلك لأجل المنصب. هو كان زاهدا في المناصب هذه، فلما عرض عليه اعتذر، فلما أجبر عليه بحث عن الوساطات ليترك وليس ليأخذ وإنما ليترك. ورفض الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تبارك وتعالى مفتي المملكة في ذلك الوقت إلا أن يأخذ القضاء، فاستشفى عند كثير من أهل العلم حتى أقنعوا الشيخ محمد بن إبراهيم أنه لا يأخذ القضاء، إلى هذه الدرجة رحمه الله تبارك وتعالى. الشيخ له هيبة وسمت، يعني إنسان يراه على صغر حجمه وكذا إلا أنه فيه سمت وهيبة الذي يراه. وأذكر من طرائف الأمور في هيبته أن أحد الإخوة وكان ما شاء الله الله أعطاه جسم، يقول أول مرة في حياتي أشوف الشيخ، وكان في رمضان في الحرم فوق السطح بعد القيام، بعد صلاة القيام، بعد ما خلص درس الشيخ يريد أن يذهب الناس تجي تسلم عليه، هذا يقول أول مرة أشوف الشيخ، كويتي هو صاحب. يقول فلما جاء دوري يقول الشيخ يصافح الناس، يقول أنا ما أبي مصاحبة أحضنه، يقول يوم وصل دوري وحضن الشيخ، يقول الشيخ ضاع في جسمه، يقول الشيخ يدفعني يبي يتخلص بس وأنا مو بوعي، يقول المهم يوم دفعني كذي قال بسألك سؤال، هذا يقول ما أنا مصدق الشيخ يسألني. فقال بسألك سؤال، يقول أنا اختبصت. قلت تسألني أنا؟ قال نعم. تفضل يا شيخ. قال هي المصافحة نسخت. يا أخي صافح ذبحتني. يقول صافح. قلت إن شاء الله. قال بس هو بوادي وأنا في وادي. يقول كذلك الشيخ كان كريما، كان يساعد الناس، كان الذين عليهم ديون يأتون للشيخ ويسألونهم، وكان يسدد. وهذه لاحظتها في الشيخ رحمه الله تعالى، وحدثني بها أكثر من واحد من طلبة الشيخ، ولاحظتها أنا أيضا، عندما يأتيه أهل الديون يسدد ولكن لا يسدد عنهم الدين كله حتى لا يتساهلوا في هذه القضية، فكان يسدد عنهم بعض ديونهم. وما رأيته رد سائلا رحمه الله تعالى، ما رأيته رد سائلا، إذا سأل أحد يعطيه ما تيسر، أحيانا حتى 20 ريال أو 5 ريال أو 10، لكن يعطي رحمه الله تبارك وتعالى. كان حسن الاستماع ويتريث قبل الإجابة. وأذكر أنه جاء شباب من الكويت من منطقة القادسية، اتصلوا بي وأنا هناك، قالوا رتب لنا موعدا مع الشيخ، فرتبت لهم موعدا مع الشيخ بعد صلاة الفجر، صلينا الفجر مع الشيخ رحمه الله تعالى، والشباب حضروا، وقال لكم الوقت من المسجد إلى البيت، هذا المشي ربع ساعة أو ثلث ساعة تسألون فيه، فقالوا نعم رضينا، جاي من الكويت علشان هذا الوقت فقط موجود. فالمهم فيسألون الشيخ والشيخ يجيب، يسألونه يجيب، حتى سأله أحدهم فقال يا شيخ هل يجوز المسح على الجوتي؟ فالشيخ سكت ما أجاب، فانتبهت فقلت يا شيخ قصد الحذاء، فضحك الشيخ قال الحذاء تسمونه جوتي؟ قلت نعم يا شيخ. قال أقول وش الجوتي هذا؟ يقول سكت ما أعرف شنو الجوتي، أبى أعرف ما هذا. فكان يتريث قبل الإجابة رحمه الله تبارك وتعالى. وكان حسن الخلق، كان حسن الخلق. أذكر أنه صلى يوما العشاء في مسجد الضليعة في الوقت الذي كان يبنى فيه مسجده، يعني يرمم من جديد، يبنى من جديد، فكان في مسجد اسمه مسجد الضليعة أيضا تقام فيه الدروس، وجل المصلين من طلبة الشيخ، جل المصلين من طلبة الشيخ، لأنه كان يطيل الدرس الشيخ بعد العشاء، بعد أذان العشاء، فالذي يريد أن يصلي ويمشي ما يصلي في مسجد الشيخ، يصلي في مسجد
آخر. فلما صلى العشاء الشيخ قدر الله تبارك وتعالى أن الشيخ أخطأ في سورة الزلزلة وهو يقرأ، الشيخ حافظ القرآن لكن أخطأ، فأخطأ في سورة الزلزلة، فرد عليه كل أهل المسجد لكنهم حافظينها، كل أهل المسجد ردوا عليه. فلما قضيت الصلاة وأكثر الحاضرين يعني 90% يمكن من الحاضرين من طلبته، والشيخ مربي رحمه الله تعالى، فقال هذا لا يصلح، كل المسجد يرد لا يصلح، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليليني أولو الأحلال منكم والنهى، فإذا أخطأ الإمام يرد عليه الذي خلفه فقط، إذا لم يرد الذي بجانبه الذي بجانب، أما أن يرد كل أهل المسجد هكذا بهذه فوضى هذا لا يصلح، يؤدب طلبته يعلمهم كيف يفتحون على الإمام. وقدر الله في شايب وظن ليس ما يعرف شيخ قطعا يقينا طبعا لا ذهب من أهل البلد أو لا، صلي بأطراف المسجد بالطرف ويقوم يتأكز على عصا ومعص زعلان، شلون الناس تصلح لك وتهاوشهم بعد يا زعل على الشيخ. فقام ولا يقول لا والله ودك اللي ما يعرف يقرأ ما يصلي بالناس يعني بدل ما تهاوش الناس أنت ليش متقدم يودك اللي ما يعرف يقرأ ما يصلي بالناس. فالشيخ ضحك وسكت ما رد عليه الشيخ، سكت وتركه، قال الكلمة اللي عنده ومشى ذلك الرجل. من أدبه رحمه الله تعالى لما كنا ندرس عنده طلب منه بعض الطلبة أن يدرس النحو، وكان الشيخ لا يدرس النحو، يعطي دروس في العقيدة في الفقه في التفسير في الأصول في المصطلح طيب، لكن ما يعطي دروس في الفرائض، لكن لا يعطي دروس في النحو. فطلب منه بعض الطلبة قال لماذا تدرسنا النحو، هو المتمكن في النحو آية في النحو رحمه الله تعالى. قال لا أستطيع أن أدرس النحو، الشيخ محمد الزامن موجود، اذهبوا إليه يدرسكم النحو، ما أتجرأ أن أدرس وهو موجود، من تواضعه وأدبه مع الشيخ محمد الزامن رحمه الله تبارك وتعالى. قال الشيخ موجود أنا ما أدرس النحو، والشيخ كان عنده دروس في النحو، لكن لا لما حضرنا عنده عند الشيخ محمد الزامن يعني الطلبة قليل جدا، وأداؤه ليس كأداء الشيخ، عنده علم لكن الأداء توصيل المعلومة، الشيخ فن في توصيل المعلومة. فظل الشيخ هكذا حتى توفي الشيخ محمد الزامل رحمه الله تعالى، عندها درس الشيخ النحو رحمه الله تبارك وتعالى. كذلك أذكر أني زرته يوما بعد تخرجنا وبعد انتهاء الدراسة عنده رحمه الله تعالى، كنا نزوره دائما، فزرته أنا وأخي الدكتور محمد بن عبد الرزاق الطبطبائي. فأذكر لما زرناه كان أكثر من مرة دائما يوصينا باجتماع الكلمة، لا تتفرقوا اجتمعوا على كلمة، دائما يوجه رحمه الله تبارك وتعالى. أما عبادته رحمه الله فكان يصوم من كل شهر 3 أيام، وكان يختم في الشهر مرتين رحمه الله تبارك وتعالى. أما طريقته في الدرس فهي لب هذه المحاضرة، طريقة الشيخ في تدريسه، قلت لكم هذا فنه، التدريس فنه رحمه الله تبارك، كان متميزا في إيصال يدخلها المعلومة يوصلها صح رحمه الله تبارك وتعالى. أولا يشد انتباه الجميع، لأنه في أثناء الدرس ينظر إلى الجميع، يطالع هذا يطالع، ما تقدر تغفل عنه، لازم تطالعه لأنه يطالعك، فيطالع الجميع أبدا في أثناء الدرس، فيشد انتباه الجميع، هذا أولا. ثانيا مخارج الحروف عنده واضحة جدا، كلامه واضح جدا، مخارج الحروف ما في أحد ما يفهمه رحمه الله تعالى، ما في كلام يعني يغيب ما فهمناه ما سمعناه ما مخارج، وكان بطيئا في كلامه ويعيد الكلمة مرة ومرتين ويعيد الجملة فهمت ماذا قلنا ماذا كذا، دائما يسأل طلبته رحمه الله تعالى، ويلك إذا كنت سرحان
إذا أحد سرحان في الدرس ولا كذا الشيخ يؤنبه، لماذا أنت سرحان؟ قم اغسل وجهك، وهكذا يحرص على هذا الأمر رحمه الله تبارك وتعالى، ويسأل في أثناء الدرس. وكان مرحا حتى في أثناء الدرس، كان مرحا حتى سؤاله كان مرحا رحمه الله تبارك وتعالى، يعني بحيث أن أنت تحب تجي الدرس. في أشياء ما تحببك في الدرس، وفي أشياء اللي ما يحببك في الدرس إذا ما كنت حافظ، لأن الشيخ يسمع في بداية الدرس. وأذكر كنا إذا ما حفظنا الحديث أو الأبيات أو كذا أنت أخر، نجي بعد التسميع أو نلبد خلف المندة خلف العمود حتى ما يشوفنا الشيخ، بس يبدأ الدرس بدأنا معه، لكن في بداية الدرس يبدأ بالتسميع رحمه الله تبارك وتعالى. فالقصد أنه كان يسأل في أثناء الدرس. وأذكر من ضمني سؤالاتي أنه سأل شخصا يوما فقال له: أنت فاهم اللي قلنا؟ قال: إن شاء الله. فقال له الشيخ: والغترة اللي رأسك وشلونها؟ قال: حمرة. قال: ليش ما قلت إن شاء الله؟ قال: ها؟ قال: لأنك متأكد أنها حمرة، لكنك ما أنت متأكد أنك فاهم قلت إن شاء الله. لو أنك فاهم قلت فاهم، بس ما أنت فاهم الظاهر رحمه الله تبارك وتعالى. وأيضا أذكر من مرحه أنه سأل يوما، وكان الدرس عن الرضاع، فسأل أحدهم قال: السؤال لك. قال: نعم يا شيخ. قال: اثنين ارضعوا من نفس البقرة يصيرون اخوان من الرضاع؟ سكت. قال: نعم يا شيخ. قال: اثنين ارضعوا من نفس البقرة يصيرون اخوان من الرضاع؟ قال: نعم يا شيخ. قالوا: البقرة امهم. قال: لا يا شيخ، لا، ما هم اخوان من الرضاع. قال: جا كلنا اخوان بالرضاع. يقول له: كان يشرب حليب البقر هذا، كنا نصير اخوان بالرضاع. الشيخ رحمه الله تعالى كانت لغته العربية سليمة لا يكاد يلحن، حتى انه ذكر لي احدهم ان الشيخ كان عنده درس في المسجد النبوي، وحضر الدرس احد الشناقطة، مشايخ الشناقطة، وهم يعني يهتمون باللغة العربية كثيرا، فقال: ما رأيت نجديا لا يلحن مثل هذا. يقول: ما رأيت نجديا لا يلحن مثل هذا، يعني شيخ ابن عثيمين رحمه الله، فهو نادر أن يلحن رحمه الله تبارك، وإذا لحن عدل مباشرة لقوة لغته رحمه الله تبارك وتعالى. وأذكر أنه سئل يوما، وهذا في الحرم كنت حاضرا، فسأله شخص فقال له: شيخ، ما حكم لبس العقال؟ فالشيخ ما تكلم، نظر إلى واحد أسفل منه، أخذ عقاله ولبسه، قال: السؤال اللي بعده. خلاص جاك الجواب، وظل العقال على رأس الشيخ لفترة، ثم بعد ذلك رده لصاحبه. الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى كان كلامه مرتبا جدا، مرتب جدا، كأنه يقرأ من كتاب، يتريث في الكلام ويأتي بالكلام مرتبا جدا. كان كما قلت يطالب بالحفظ، طالب طلبته بالحفظ، يقول: احفظوا احفظوا أشياء حفظناها في الصغر استفدناها في الكبر رحمه الله تبارك وتعالى. قوة استحضاره للأمثلة، عندما يضرب مثالا لا يتأخر في ضرب المثال، فكان المثال حاضرا عنده رحمه الله تبارك وتعالى. وكذلك لديه كم كبير جدا من القصص، حصلت كذا قصة كذا، وقصص مناسبة جدا للموضوع، فكان درسه مشوقا، فكان الناس ترتاح لهذا الدرس. وكنا في بداية الدرس كان عددنا قليلا جدا، يعني كنا نصل أحيانا 13 14، وين نصل إلى 20، ثم بعد سنوات كثرة عدد الطلاب. بل حدثني من هو أقدم مني وأخونا الشيخ سالم الطويل، يقول: كنا 7 8 عند الشيخ أحيانا، حتى إن الشيخ إذا غاب أحدهم يتصل به: وينك ما حضرت الدرس؟ قل: لماذا لم تأتي إلى الدرس؟ فكان يتصل بطلبته إذا غابوا عن الدرس رحمه الله تبارك وتعالى. كان يركز على الدليل دائما،
إذا ذكر مثلا ما الدليل عليها ويذكر الدليل، وإذا سأل طلبته أيضا يعودهم على هذا، ما الدليل على هذا. وأذكر مرة أنه سألني في مسألة أو سأل مسألة فقال من يستدل لها من كتاب الله تبارك وتعالى، فرفعت يدي، وأذكر رفعت يدي الشمال، أنا عسماوي فرفعت يدي الشمال، قال اليمين، رفعت يدي اليمين، قال يا الله عثمان أعطنا الدليل. فذكرت له آية من كتاب الله تبارك وتعالى، فضحك الشيخ فقال لا هذه من كيسك، نبي آية من القرآن، لأني غلطت في الآية. فقال هذه من كيسك، نريد آية من القرآن. فكان يحرص على قضية الاستدلال، وكان توجيه الدليل أيضا، الدليل كيف نستفيد من هذا الدليل، وكان يركز على الاستدلال العقلي، يركز على هذا، يعني الحكمة من هذا التعليل، يركز على هذا كثيرا رحمه الله، يحاول إقناع المشاركين أو الحاضرين عنده رحمه الله تبارك وتعالى. كان يهتم بالقواعد، القواعد الفقهية، القواعد الأصولية، اهتم كثيرا بقضية القواعد وأنه يجب الاهتمام بها، يهتم بالتقسيمات، وهذه استفادها كما يقول هو رحمه الله تعالى، استفادها من شيخه عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، حيث يركز على قضية التقسيمات، يقسم المسألة يجزئها، وخاصة في درس التفسير عندما يتكلم عن فوائد الآيات كان الشيخ عجيب، إذا تكلم في التفسير تقول لا يفهم إلا بالتفسير، وإذا تكلم في الفقه قلت هذا فنه، وإذا تكلم في النحو قلت هذا صاحب العربية، وإذا تكلم في العقيدة قلت لا يفهم في العقيدة إلا هذا الرجل، وهكذا. كان موسوعيا رحمه الله تعالى، كان يدرس العقيدة ويدرس الفقه والأصول ومصطلح الحديث والحديث حديث الأحكام، وكان يدرس الفرائض والنحو والقواعد في التفسير، كان موسوعيا رحمه الله تعالى، ما ترك فنا ما درسه، وكل فن يدرسه تقول هذا فنه، تقول هذا فنه الذي يجيده رحمه الله تبارك وتعالى. الشيخ تميز بقضية وهي حرصه على الوقت، كان وقته ثمينا جدا، ويحرص على أن لا يضيع منه دقيقة، وأنا أعني ما أقول في الدقيقة. وحدثني أحد طلبة الشيخ، كان الشيخ حدثه بها، أنا ما حدثني بها، حدثه بها، يقول وعده بعض الناس يلقي لهم درسا، فقال نمر عليك البيت نأخذك، قال نعم، وعدهم في الساعة السابعة، فهم من باب الحرص جاءوه الساعة السابعة إلا سبع دقائق، من باب الحرص، فطرقوا الباب على الشيخ، فجاءه ولده وقال في ناس يقولون عندهم درس معدينك، قال شيخ أنا موعدهم الساعة سبع، ليش جايين الحين؟ قال الله ما أدري، قال تركهم. فخرج لهم الشيخ الساعة السابعة وسبع دقائق زيادة، وكان جاهزا لكن تعمد. فلما خرج ركب معهم في السيارة وانطلقوا، بعد أن سلم قال تأخرت عليكم؟ قالوا لا، ما يقدروا يقولون تأخرت. قالوا أبد يا شيخ. قال بلى تأخرت. قال أبد يا شيخ. قال تأخرت عليكم سبع دقائق. قالوا عادي. قال لا مو عادي، سبع دقائق عادي عندكم؟ شو يقولون له؟ قال لا يا شيخ ما في مشكلة يعني. قال لا في مشكلة، أنا مو عادكم سبع، شو أنا أجيكم سبع وسبع؟ طيب إيش تبي؟ قال لا بأس يا شيخ. قال لا أنا متعمد. قال كيف؟ قال ليش جايين قبل الوقت؟ أنا ما عدكم سبع، ليش جايين سبع إلا سبع؟ قالوا ها؟ قال تزموا بالموعد، وعدتوني سبع تجون سبع، ليش جايين قبل الموعد؟ طبعا ما في مجال تردد. قال إن شاء الله يا شيخ. هم يمشون فالظاهر مسرعين شوي يبون يعوضون 14 دقيقة أو ست. فالشيخ يقول لا تسرع، الحين تغلطون وتسرعون بعد. فالقصد أنه كان حريصا على الوقت رحمه الله تعالى، كان لدرجة حرصه على الوقت
مراجعة الدروس الكتب الطلبة الذين يفرغون، الشيخ لم يتفرغ للتأليف كثيرا وإنما كان متفرغا للتعليم، وأكثر كتب الشيخ هي عبارة عن أشرطة مفرغة، قليل جدا الذي ألفه الشيخ كتابة، وإلا أكثر الموجود الآن هي أشرطة مفرغة من الشيخ. وكانت هذه الأشرطة المفرغة عندما تفرغ تعرض على الشيخ، يقرؤون على الشيخ ويصحح، شيل هذه الجملة، هذه مكررة، هذه كذا. متى؟ كل يوم بعد صلاة الفجر وهو في الطريق من المسجد إلى البيت، كل يوم. إذا ما في أحد عنده سؤال، إذا في ناس جايته عندها سؤال لكذا يقدمهم، إذا ما أحد عنده سؤال لكذا طريقه من المسجد إلى البيت، هذا لمراجعة ما يكتبه رحمه الله تبارك وتعالى. أما من البيت إلى المسجد فهذا الوقت كان الشيخ خصصه للذكر، للأذكار ومراجعة القرآن، ولا يسمح لأحد أن يكلمه في الطريق هذا من المسجد إلى البيت. وأذكر أني كنت أريده في شيء رحمه الله تعالى، فانتظرته عند البيت حتى يخرج إلى صلاة الظهر، فانتظرت حتى خرج من بيته وهو متوجه إلى المسجد الجامع، قلت الطريق من ربع إلى ثلث ساعة. فأول ما خرج من البيت جئت سلمت عليه، رد السلام، قلت يا شيخ تسمح لي أن أمشي معك إلى المسجد؟ قال بشرط. قلت تامر يا شيخ؟ قال لا تتكلم ولا كلمة. قلت إن شاء الله. والشيخ معروف يعني لا تتكلم إلا إذا وصل إلى مكان معين قبل المسجد تقريبا بدقيقتين يوقف ذلك ويسمح بالكلام. فأنا مشيت معه حتى وصلنا إلى هذا المكان، فالتفت إلي، كيف حالك؟ ساك طيب؟ شون الأهل؟ شون كذا؟ بدأ التحية، السلام، إيش عندك؟ توبة تكلم، واللي يجينا واحد عرف من اللي جاي من برا شايب كبير، يا شيخ وعندي سؤال وكذا، ويأخذ المكاني يسأل شغلة الشيخ دخل المسجد وما سألته. لكن القصد، واضطريت طبعا أطلع معه إلى البيت مرة ثانية وسألته في الطريق. فالقصد أن الشيخ رحمه الله كان منظما وكان حريصا على الوقت، الوقت من البيت إلى المسجد ما يسمح بسؤال، وإنما هو للذكر ومراجعة القرآن. من المسجد إلى البيت هذا للسؤال، اللي عنده سؤال، اللي عنده كذا، اللي عنده كذا، يأتون للشيخ في هذا الوقت. وكنا إذا أردنا أن نسأل الشيخ دائما نصلي عنده ثم نمشي معه إلى بيته ونسأله الأسئلة، نص الطريق نرجع، إذا وصل أحيانا نصل إلى البيت حسب الأسئلة في كثرتها وتفصيلاتها التي نطلبها من الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى. كان الشيخ يعني حريصا على الطلبة، حريصا على طلبته، من ذلك أنه الذي يغيب منهم يتصل عليه الشيخ. لكن طبعا الفترة الأخيرة في آخر مرحلة بقائنا مع الشيخ سنة 1408 يعني 88 تقريبا، كثر الطلبة، صار تقريبا حول 300-350. بعد ذاك لما صرنا نزور الشيخ بين فترة وفترة، زوره يعني توظفنا هنا ونزور زيارات، تجاوز 500 طلبة، وصار حتى طالبات يحضرنا في مصلى النساء، قبل ما في طالبات، طلبة فقط، صار طلبة وطالبات، وصار 500 وين ما تلقى لهم كان في المسجد. لكن في أول الأمر كان عدد الطلبة قليل جدا، حتى الذي يغيب الشيخ يتصل به يقول وين كيف لا ليش ما حضرت الدرس. وكانت العمارة التي ذكرتها قبل قليل وقفا لطلبة العلم، أوقفها الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى، وكان يدفع مكافآت للطلبة من كيسه، أحيانا هو يدفع لهم مكافآت خاصة الطلبة المغتربين يعني غير السعوديين، لأن هذا السكن يسكنه السعوديون وغير السعوديون من غير أهل العنيزة، من غير أهل القصيب الذين يأتون من مناطق أخرى يسكنون في هذا السكن، وكذا غير السعوديين، سوري، مصري، كويتي، هندي، من كل يعني الجنسيات كان يحضرون درس الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى، فكان يسكنون في هذا السكن، إلا إذا أرادوا سكنا خاصا، خاصة متزوجين وكذا، فهذا يسكنون في الخارج. فكان الشيخ يصرف على الطلبة، خاصة الذين يحتاجون يصرف عليهم، والذين تصير لهم ظروف معينة يصرف عليهم. وأذكر حدثني أخونا الشيخ وليد الحسين وكان من طلبة الشيخ ومن أهل زوير، يقول لما جئت عنيزة وحضرت عند الشيخ كذا، بعد فترة
يقول وجدت لي عمل في الدمام فسافرت إلى الدمام لأعمل هناك، ففقدني الشيخ فسأل عني فقال في الدمام قال ايتوني برقم هاتفه، فأتوني برقم هاتفه يقول فكلمني الشيخ وأنا في الدمام قال وينك؟ قلت يا شيخ محتاج وهذا واشتغل بالدمام، قال تعال ارجع ارجع. يقول رجعت وأعطاني من المال وقال تجلس هنا حتى سعالي في الوظيفة رحمه الله تبارك وتعالى. فكان يحرص على طلبته كثيرا رحمه الله جل وعلا، حتى من حرصه على الطلبة كان يجيب على أسئلتهم حتى في المنام. قوية هذه. نعم سألته أنا مرة في المنام، رأيته في المنام فسألته مسألة، قلت له يا شيخ شيخنا أنا الآن يعني أقرأ في كتب الشيعة وأرد عليهم وكذا، فهل أستمر أو أتوقف؟ فقال لي من هم الأئمة الاثنى عشر عند الشيعة؟ قلت فلان وفلان وفلان وفلان. فكله في المنام هذا. قال طيب ما أهم كتبهم؟ قلت له كذا وكذا وكذا. قال ما أهم شبهاتهم؟ قلت له كذا وكذا وكذا. قال ما في مانع. حتى في المنام يجاوب رحمه الله تبارك وتعالى. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. أما نشره للعلم رحمه الله تعالى فكان يعني كما قلت قبل قليل هذا فنه بل ديدنه، حريص جدا علمك. أما دروسه فلما أول ما ذهبنا إلى الشيخ كان دروسه بعد الفجر الشيخ حتى ترتفع الشمس كثيرا، حتى 8 صباحا أو كذا تقريبا. ثم بعد ذلك لما كثر غياب الطلبة في الفجر ألغى درس الفجر رحمه الله تعالى، وصار الدرس بعد المغرب وبعد أذان العشاء، يعني بين الأذان والإقامة، وكان يؤخر الإقامة. وكان عنده درس بعد العصر قصير لأهل المسجد، ثم يجلس في المسجد، اللي عنده شفاعة اللي عنده سؤال اللي عنده حاجة يجلس في المسجد رحمه الله تعالى. وكانت بعد ذلك جعل درس الباب المفتوح كل خميس قبل الظهر بساعة، يلتقي بعامة الناس يأتون يسألون خاصة الشباب. كان يبدأه بدرس بالتفسير، أخذ تفسير جزء عمة من قصار السور، ثم بعد ذلك يبدأ في الدرس. وغير هذا دروسه في الحرم، وأظن كثيرين منكم لعلهم حضروا دروس الشيخ في الحرم، واستمر في هذه الدروس حتى وفاته. قبل وفاته بأربعة عشر يوما آخر درس عمله في الحرم سنة 1421 في رمضان، في آخر يوم في رمضان عمل درس في الحرم أبكى الناس، وهذا كان آخر درس للشيخ، توفي بعده بأربعة عشر يوما رحمه الله تبارك وتعالى. وكان يعقد دورات بالصيف لطلبة العلم، يأتون دورة خاصة بالصيف، دروس بالصيف. وكانت له دروس للقضاة، لقاء شهري مع القضاة، وكان عنده نور على الدرب أيضا لقاء كل أسبوعين تقريبا، وكان عنده لقاء مع الأطباء بين فترة وأخرى يلتقي بالأطباء ويطرح عليه أسئلة. وكان عنده بعد الظهر، بعد الظهر هذه فترة استقبال الأسئلة، يتصلون به من كل مكان في العالم، فترة من الواحدة إلى الثالثة، هذه الفترة قاعد عند التلفون يستقبل الأسئلة رحمه الله تبارك وتعالى. حتى أذكر من ما أدري إيش يسميها، الطريفة أو شيء سموها الذي تشاءون، أمام عيني جاءه رجل، كنا نمشي مع الشيخ من المسجد إلى البيت أسئلة وكذا، فلما وصل إلى البيت جاءه رجل فقال يا شيخ، قال نعم، قال أبيك تتغدى عندي، قال الشيخ ما أستطيع، قال إن شاء الله يهديك الله، قال الشيخ عندي موعد ما أستطيع، أنا موعد الناس يتصلون من الوحدة إلى الثلاث، قال لي اليوم مو لازم، قال ما يصير أنت جايني بدون موعد، هذول ماخذين موعد ما يصير، قال لي هديك الله، قال ما أستطيع، هو ما يعرف الشيخ، قال له ما أستطيع شيخ، ولا يقول للرجل علي الطلاق إنك تجي، قال الشيخ ما يجوز هذا الكلام، ما يجوز تقول علي، قال قلت
علي الطلاق انك تجي. قال له الشيخ طلق. قال شلون؟ قال ماني جاي. قال ليه تطلق زوجك؟ قال انت اللي مطلق مو انا. انت اللي مطلق. قال تطلق زوجتي يا شيخ؟ قال كيفك بهواك؟ انا مرتبط بموعد ما راح معه. فكان هذا الدرس للشيخ درس الظهر. يمكن بعضكم ينتقد بعضكم يرضى كيفكم، بس انا اقول لكم اللي صار. فهذا الدرس شيخ من الواحد الى الثلاث احيان دروس واحيان يتلقى الاسئله رحمه الله. حتى لما كنا في الكويت اذا اردت ان تصل بالشيخ ان تصل في هذا الوقت في الظهير من الواحد الى الثلاث، هذا استقبال الاسئله رحمه الله تعالى. وكان ايضا يعني لما سافر الى امريكا للعلاج رحمه الله تعالى ايضا هناك كل يوم درس عنده. حتى اذكرني اتصلت عليه هناك في امريكا اطمن على صحته، فكلمني احد تلاميذ الشيخ فقال لي الشيخ الان عنده درس. قال لي، قلت ماشي نحضر الدرس. وظل التلفون شغال اسمع الدرس كامل لين خلص الدرس وبعدين كلمت الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى. فالقصد ان الشيخ كان يعني حريصا على الدروس، يعني ما يجي وقت الا ويعلم الناس ويفهم الناس ويفقه الناس رحمه الله تبارك وتعالى. فهذه تقريبا يعني اهم الامور التي كانت في حياه الشيخ رحمه الله تعالى. وقد خرج مجموعه من طلبه العلم اثر فيهم تاثيرا عظيما، حتى في طريقتهم في كلامهم في شرحهم تجدهم متاثرين بالشيخ. وهذا ان دل على شيء فانما يدل على قوه تأثيره رحمه الله تبارك وتعالى. هذا ما عندي والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، جزاكم الله خير. حياة على كتاب إلهنا يجني الفوائد منه والثمرات، أمضى الحياة مربيا ومجاهدا حتى بنى صرحا من الحسنات، أمضى الحياة على كتاب إلهنا يجني الفوائد منه والثمرات.